على الهاتف الأستاذ عادل مصلحي عم الشهيد شهيد المنيا المقدم محمد وحيد مصلحي. مساء الخير يا أستاذ عادل. مساء الخير يا فندم. البقاء لله. الحمد لله ولا حول ولا قوة يعني إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. قلوبنا بتبكي قبل عينينا والله. يعني والله زي الفل وزي الورد شاب قدامنا. يعني حضرتك احكي لنا، ربنا يصبر اهله، حضرتك احكي لنا عنه سريعا. محمد الله يرحمه يحسن اليه، من الشخصيات الحلوه وشاب طالع للدنيا، حسبي الله ونعم الوكيل بكل من كان سبب في ثم وصلوا لي. كان بار والدي وبار اخواته وعمره ما قصر مع اي حد مننا في اي حاجه، ودايما كان بيسال علينا ومراعي الكل يعني. وسبحان الله يعني لسه راجع من الحج تمام، ويعني مشوش، وانا مش قادر اقول اكتر من كده يعني، حاجات كتير قوي لي فيه يعني. قبل ما يطلع الماموريه ديت هل كان عنده احساس باللي هيحصل له؟ اتكلم مع حد في حاجه، او كان حاسس او عنده شعور بشيء معين؟ فعلا والله يا فندم، فعلا والله. انا قابلت يوم الاثنين اللي فات مع والده، يعني جات له جلطه في المخ واصيب جنب الشمال. الف سلامه عليه طبعا يعني. الله يسلمك. انا ما قلنلوش والله، جبنا له سيره لحد دلوقتي الوالد يعني. هو بياخده ويوديه العلاج الطبيعي وينزل ويطلع معاه ويوديه. وكان بر بيه جدا جدا جدا. ويوم الاثنين بيقول لي يا عمو ما تسافرش المنيا وخليك قاعد معانا وبتاع والكلام ده كله. يعني هو ساب والده وهو عنده جلطه وطلع علشان بلده. ايوه طبعا. حضرتك قلت لي هو متزوج وعنده اطفال؟ متزوج وعنده ولد وبنت، بنت عندها 6 سنين وولد عنده 4 سنين. الله يصبرهم يا رب ويعوضهم خير. يا رب. البقاء لله يا استاذ عادل. حياتك انت يا فندم، حياتك انت يا فندم. عايز تقول حاجة للشعب المصري أو لزملائه من الجيش والشرطة أيضا؟ احنا عايزين طار يا فندم، عايزين ناخد طار. احنا صعيدة بنحب ناخد الطار، عايزين طار من الرئيس السيسي، طار من سيد وزير الداخلية اللي هو سامعنا والناس اللي سامعانا وكل زملائه. نرجو لكم انك تاخدونا الطار، ما تسيبهمش. كفاية دم، كفاية دماء، كفايه شهداء. عايزين نخلص بقى، كفايه. استاذ مصلحي ده مش طارهم بس، ده طارنا كلنا. الحمد لله يا رب العالمين، الحمد لله يا رب العالمين. وانا احتسبه عند الله شهيدا باذن الله يا رب العالمين. وتقول ايه للارهابيين اللي قاموا بهذه العمليه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. ويا ريت حضرتك تبلغ تعازينا. ومن ساعدهم ومن اواه ومن اعطاهم فلوس ومن يعني ربنا منتقم جبار باذن الله. منتقم جبار، وهيكون في قصاص باذن الله، لازم يكون في قصاص ان شاء الله استاذ مصلحي. وارجو حضرتك تبلغ تعازينا لزوجته ولبقيه العيله كلها، للاسره كلها بالكامل. الله يرحمه.